أحسن الله إليكم شيخنا. امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها وقبل خروج الوقت، ولما همت بالصلاة حاضت، فهل تصلي إذا طهرت؟ نعم، الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة.